والحذر. يا سادتي، ها هنا حل لمعضلة، فلتحضروا المنتدى ولتسمعوا العمري. نستقبل الأستاذ مصطفى. شكرا، مشكورا. الأستاذ السندي لهذين البيتين، نقلة حقيقة من الموسيقى والمعزوفة الرائعة إلى العقل والفلسفة. ولطالما يعني المجتمع العربي في مأزق في إشكالية الفلسفة أو الحداثة أو العقل من جانب، والتقليد والترديد من جانب آخر. أنا سأحاول الاختصار حقيقة، لأنه الوقت الذي سمح لي به وقت ضيق، وكما تعرفون أن محاضرة مثل محاضرة فلسفية أو تبحث في العقل والمباحث الفلسفية الأوروبية أو بعض الفلاسفة العرب تستغرق وقتاً طويلاً ومباحث عدة. أنا حاولت أن أدخل من باب المعرفة أولاً. المعرفة اختلف فيها، المعرفة هي بالمصطلح الحداثوي الإبستيمولوجيا، اختلف فيها في أوروبا، فاختلف فيها على نوعين. النوع الأول اختصر على العقل، يعني محددات المعرفة هو العقل فقط، وهذا اللي صار بنخبة من الفلاسفة الأوروبيين. أعتقد أن آخرهم ورائدهم هو الفيلسوف إيمانويل كانت. فلسفة أخرى تدعي أن التجربة هي المبحث الأهم في أساسات الإنسان. إحنا الآن كلنا هذه الفلسفة للفيلسوف الأوروبي ديفيد هيوم. فلسفة تجريبية، يعني هو يرتكز على الأساس التجريبي، وهو يتكئ في هذه الفلسفة على أن الإنسان يملك ذاكرة ومخيال. يعني بداية هو لا يعترف بشيء اسمه ما وراء الطبيعة، أي شيء غير موجود هو لا يؤمن به، لا يعني ينكره، لا يؤمن به لأنه غير مدرك. فبالتالي هو يعتمد في هذه الفلسفة مالته على أن المعرفة تتأتى من خلال عاملين أساسيين، هما الذاكرة والمخيال. الذاكرة هي التي تسترجعك، تعود بك إلى مثلا، يعني أنت رأيت على سبيل المثال رأيت حصان. طبعا عندنا بالموروث مالنا موجود من هذا القبيل، ما راح اقول شنو الموجود بالتحديد، يعني يمكن اللي سامع بيه او كذا، حصان. احنا يجي المخيله مالت الانسان تبتكر شيء يعني تماهيا مع هذا الحصان، تضع له اجنحه، فيقول هذا الذاكره والمخيال هي الاساسات الاولى للمعرفه. الصور الأولية اللي يشكلها الإنسان، كل واحد بينا الآن عنده صور أولية انطبعت في ذهنه من الولادة إلى يوم الدين هذا، إلى يومنا هذا. عنده صور، يعني الصور طبعا صور إيمانية، صور عقائدية، صور دينية، صور متعددة. هذه الصور هي التي تبني الإنسان، ولذلك تجد أن مثلا على سبيل المثال تجد، يعني أنا كعراقي مثلا مسلم أقول أن العراق مثلا من أفضل البلاد العربية، وأنا لأنه مسلم الإسلام أفضل دين بالعالم. هذا يحتاج إلى مراجعة طبعا،
لا العراق أفضل واحتمال يعني أكو مؤاخذات على الدين الإسلامي كله يعني أم أكو مؤاخذات إحنا مسلمين يعني أكو عندنا مؤاخذات. فبالتالي هاي الصور الأولية هي التي يتكي عليها الإنسان. الأساس الذي يعني أحاول أن أفاتشكم فيه هو هل العقل قادر يعني عقلنا إحنا قادر على التفتيش والبحث في الصور التي شكلت من قبل بيئتنا من قبل أهلنا من قبل مجتمعنا؟ هل قابلين إحنا عندنا القابلية مجتمعنا عندنا القابلية؟ إلى الآن المجتمع العربي الإسلامي يمكن ضعيف مو ضعيف يعني إذا أكو أقوى من ضعيف فهو إلى هذا المستوى لأنه ما عندنا دراسات ما عندنا هيئة دراسات ما عندنا مراكز تبحث في هذا الشيء ولذلك إحنا إلى الآن ما عندنا مباحث يعني أبحاث حقيقية ترصد إن الخلل الموجود في المجتمع العربي. فلسفة أخرى فلسفة أوروبية طبعا بحثت في الظاهر والمخفي أو الظاهري والخفي. الظاهر والخفي هي لإيمانويل كانت اللي سماها العلم الظاهري والعلم النوميني. العلم النوميني هو العلم الميتافيزيقي العلم الماورائي. العلم الظاهري اللي أغلب الفلاسفة يؤمنون به ما عندهم إشكال. العلم الميتافيزيقي الماورائي الغيبي الإشكالية تكمن هنا. يعني أغلب اللي تبنوا هذه الأفكار الميتافيزيقية الماورائية الغير مرئية يعني لا يمتلكون دليل ظاهري قطعي عليها. يمتلكون أدلة يعني يمكن أقدر أسميها تبريرية أو يعني تركيبية يعني يجيب يعني منها ويخلي منها على مود يريد يبرهن على صحة المعتقد أو الأساس الفكري مالته. من هاي الفلسفة التي يتماهى معها الأستاذ الصديق سعود إبراهيم البليهي عند مصطلح يقول فيه العقل يحتله الأسبق إليه. العقل يحتله الأسبق إليه وهي نظرية تتماهى مع نظرية ديفيد هيوم نظرية فلسفية يعني قائمة بذاتها حقيقة. لأنه لو نرجع الآن نسوي يعني مثل الإحصاء أنه سنجد أن الاحتلالات الأولية التي مورست علينا إحنا دول الجالسين أو اللي يسمعونا أو كل واحد فينا يقدر يسوي هذا الإحصاء سيجد أنها غير قليلة هي اللي كونت إيماناتنا هي اللي كونت شخصيتنا. والاحتلالات الأولية أيها السادة ليست سهلة ليست سهلة. قبل فترة يعني أنا ظهر يعني قبل فترة شاهدت مقطع لحادثة. الحادثة أنه في طفلة عمرها 11 أو 12 سنة اختطفت في نيويورك اختطفت خاطفها بقى يمكن حوالي 12 سنة ساجنها بالبيت. شوف هاي الإيمانات أو الممارسة الاحتلالية للذهن للعقل كيف 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 تتكون كيف تتكون شخصيتنا. إحنا يمكن أغلبنا مأسورين بس ما نشعر إنه يعني أنا ما أشعر إنه أنا مأسور أشعر إنه أنا حر بس أنا بالتالي مأسور. أخذها لمدة 12 سنة ساجنها في بيت إلى أن اكتشفوا البوليس إنه هاي مخطوفة وإجا وخلصوها. بعد ما خلصوها شنو تتوقعوا ردة الفعل مالها بعد ما طبعا سجنوه وانتحر بالسجن هو؟ لبست السواد عليه لبست السواد عليه. أنا هذه شكلت عندي نقطة مهمة
وهي ان هذا الـ 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 يعني المعاشره مع هذا الرجل، التماهي مع هذا الرجل، الاخذ والجذب والكلام والتنمط، صار تنميط لها الها لهاي البنت الطفله. وهاي الحادثه اقدر اعكسها على كثير من المشاهد اللي وانتم كذلك تعكسوها على كثير من تفاصيل حياتنا، انه احنا ماسورين ويمكن احيانا نبكي على الاسر مالنا. يعني من نريد واحد يجي مثلا يعني يعتقنا من هذا الاسر راح نبكي عليه. هذه انا بالنسبه لي شكلت لي حقيقه انه شبه الوخز، انه شقد مجتمعنا ماسور وشقد انا ماسور بدون ان اشعر. الموضوع هو عن الحداثة، وفي قول لهيجل عندما يفسر الحداثة يقول أنها قائمة بذاتها. شنو قائمة بذاتها؟ قائمة بذاتها أي هي الحداثة أنها لا تتكئ على الماضي. أرجع وأقول إحنا شقد نتكئ على الماضي، شقد نسترجع الماضي، حياتنا كلها نحاول إنه إحنا الآن ونحاول نسترجع كل شيء للماضي، بينما الحداثة تدعوك إلى أن تتقدم. هنا لازم هم نتساءل، إحنا في مركب الحداثة والعقل لو مركب الزمن الماضي والسلف والخلف والتقليد